هذا يلي شايفينه قدامكم، هدول مثل بحطوا فيها القمح، هذا القمح الملعوم، هيدي كانت كلها، هيدي هي. ومطرح ما شايفين الشباب مجمعين هونيك، هيدي فوج الاطفال امبارح لما صار في حريق تدخلوا تيطفوا، هن جوا صار الانفجار وصاروا تحت الركام هن والاليات تبعيتهم. هاي البخرة اللي شايفينها هون كانت تاني ميل، يعني عم نحكي كانت هون طارت انتقلت لهالميل. المي كلها هاي اللي شايفينها هون قدامكم هذا كله كان رصيف، عبارة عن رصيف اختفى كليا. كرسي طلع بعد عملية انتشال الجتات موجودة طلع.